حضراتكم عايزين تقولوا اي حاجه لجمهور النادي الاهلي احنا يعني اتمنى ان انتوا عايز يعني اقول النادي الاهلي اتفضل. حبوا النادي الاهلي كما وجدتموه وكما ينبغي انكم توصلوا للاجيال اللي بعديكم، لان هو ماشي زي ما محرم بيقول على رولز وانت بتقول على قواعد وتقاليد بتحكم هذه الرولز، هو ده اللي ممشينا مش النتائج. النتائج بتطلع وتنزل، والعلم بيقول لك كل ما توصل لنقطه فوق لازم تنزل شويه وبعدين ترجع تطلع، المهم ما تغيبش في النقطه في نقطه الهبوط. صح، احنا عندنا ماتش مهم، ماتش السوبر. مظبوط. كلمتي بقى لفريق الكوره، اتفضل. ها اتكرمتوا امبارح، انسوا واعتبروا انكم ابتديت الموسم بخساره الدوري. صح، ما كسبتوش حاجه قبل كده عشان تبتدوا مرحله نجاح جديده مطالبين بيها، سوبر مصري، سوبر افريقي، سوبر مش كاس عالم. نبتدي نخش بقى في التحدي الجديد، بتحدي جديد ووراكوا جمهور يؤمن بالنادي الاهلي ويعرف ان النادي الاهلي فوق كله، فوق كل يعني انا عايز اقول رايي، مش ضروري يكون رايي احسن حاجه في الدنيا. صح. او ان انا اللي فاكر لوحدي ان انا اللي صح، او ان انا اللي عندي الذاكره والاخرين ما عندهمش. انا قعدت مع كابتن محرم قلت له يا جوز انا متلخبط في التواريخ، واخد بالك يا جوز؟ لازم احط هذا لكن ايه اللي بيجمعنا؟ احنا كلنا عايزين مصلحه النادي الاهلي، ولذلك التمسك بالنادي الاهلي لدرء الهجمات اللي ده مهم جدا جدا جدا، والاهلي اكتر حاجه ليه بتدعمه وبتقويه جماهيره. لكن الاهلي مش ملك حد، الاهلي ملك تاريخه وجماهيره جزء من تاريخه، وهو كل شغل النادي الاهلي واداراته المتعاقبه من اجل اسعاد هذه الجماهير. مزبوط. ولكن لا احد يملك النادي الاهلي.